الفيديو ديال اليوم هو تصحيح الامتحان الجهوي للغة الفرنسية الخاص بجهة أكادير سنة 2014 واللي كان جاء في الدورة الاستدراكية. فهاد الفيديو هذا غادي نشرحوا الأسئلة سؤال بسؤال وغنجاوبوا عليها ونتطرقوا كذلك لموضوع الاكسبريسيون ايكريت اللي جاء مع هذا الامتحان الجهوي. إذا كنتي أول مرة كتشوف قناة أتهيأ للجهوي للغة الفرنسية ما تنساش تابونا في لاشين، ما تنساش تخلي لايك لفيديو إلى عجبتك. لنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناتكم أتهيأ للجهوي للغة الفرنسية. كما شفنا في التقديم ديال هذا الفيديو، الموضوع ديال حلقة اليوم هو تصحيح الامتحان الجهوي الخاص بمادة اللغة الفرنسية اللي طاح في الجهة ديال أكادير برسم سنة 2014. دونك هذا الامتحان هذا ما جاش في الدورة العادية، جا امتحان ديال الدورة الاستدراكية. الوغ النص هو مقتطف من لا فاس ا فاس اونتر كريون اي انتيغون. اللي نقدر نقول لكم هو ديروا بوز لا فيديو في هذه اللقطه هذه، قراو لو تيكست مزيان وعاد كملوا لا فيديو باش نشوفوا الاسئله اللي جات مع هذا الامتحان هذا ونتعرفوا على الاجابات ديالها بيان سور. الوغ دونك بالنسبه لا بارتي كومبريونسيون اللي عليها 10 ديال النقاط، بيان سور لا بروميير كيسيون c'est une question ديال la contextualisation. شنو كنقصدوا بلا contextualisation؟ هي تأطير النص. دونك دائما كنقول لكم السؤال الاول والثاني هما عباره على تأطير النص. الاول كيكون ملء دونك لا فيش دو ليكتور، والسؤال الثاني كيكون لا سيتوياسيون دو باساج. دونك هذه هي الطريقه الكلاسيكيه ديال الامتحانات الجهويه كاملين في المغرب كامل. دونك لا بروميير كيسيون ريكوبيي كومبليتي لو طابلو سويفون، يعني نقل عندك هذا الجدول وكملوا. دونك لوتور شنو كنقصدوا به؟ كنقصدوا به هو الكاتب. دونك الاجابه هي جون انوي. لو تيتر كنقصدوا به العنوان، العنوان هنايا ديال القصه هو انتيغون. لو سياكل كنقصدوا به القرن، يعني القرن اللي تكتبت فيه هاد القصه هذه هو لو 20 سياكل. انا قلت لكم بان غالبا الى طاحت انتيغون ما كيسولوناش على السنه ولكن كيسولونا على القرن، لان كاين واحد شويه ديال الضبابيه بخصوص السنه ديال الكتابه انتيغون. دونك اللي كيقول 1942، كاين اللي كيقول 1946، وكاين اللي كيقول 1948. دونك الاساتذه عارفين هاد الاشكاليه هذه، باش كيخرجوا من باب واسع دائما كنسولوا على القرن، عقلوا عليه هو لو 20 سياكل. الوغ عندنا انتيغون لو 20 سياكل، عندنا لا بواطا ميرفي لو 20 سياكل، وعندنا لو ديرني جور دان كونداني ديال فيكتور هوغو، هذيك سي لو 19 سياكل، القرن 19. بالنسبه لو جونغ هو النوع الادبي، سي اون تراجيدي مودرن، هي تراجيديا معاصره. ندوزو دابا لا دوزيام كيستيون. دونك سيتوي سو باساج دون لوفر بارابور ا لا سين كي بريسيد، دونك سي اون سيتوياسيون دو باساج. وصلني احد الاسئله من احد التلاميذ اللي كيتواصلوا معايا، قال لي استاذ السؤال ديال سيتوي لو باساج كيقدر يطيح سيتوي سو باساج ولا سيتوي سو باساج دون لو تيكست ولا سيتوي سو باساج بارابور ا لا سين كي بريسيد. قال لي واش الاجابه هي نفسها على جميع هاد الاسئله؟ نقدر نقول لك اه، الاجابه هي نفسها على جميع هاد الاسئله. كيما بغى يكون السؤال ديال سيتوي لو باساج ولا الطريقه اللي مطروح بها، كنجاوبو بطريقه وحده. هي شنو هي الطريقه اللي كنجاوبو بها؟ يعني كيخصني نحدد الموقع ديال هاد لو تيكست هذا بارابور لداكشي اللي قبل منه وبارابور لداكشي اللي موراه. واخا يقولوا لي غير سيتوي سو باساج تو سامبلومون تو كور، خصني نذكر ضروري شنو قبل منه وخصني نذكر شنو موراه، مفهوم؟ زائد لافونتاج اللي عندكم واللي كنعاودو قلتو في لا فيديو اللي فات وكنعاودو، الا مشات احتاجاتكم لا بارتي ديال لا فاس ا فاس اونتر كريون اي انتيغون، خصكم تعرفوا بان هاد لا بارتي هادي بالضبط لا سيتوياسيون دو باساج ديالها هي نفسها. يعني نقدر نحفظ جمله من الجمل اللي شفتو معايا في لي فيديو ونحطها هي النيت وغادي تعتبر صحيحه. دونك الا طاح عندي السؤال ديال سيتوي لو باساج كنجاوب عليه بهذه الطريقه هذه. ولكن السؤال السهل ديال سيتوي لو باساج هو دي فوا كيعطيوني اسئله كيقول لك جاوب على هذا السؤال وعلى هذا السؤال باش نديروا لا سيتوياسيون دو باساج، كنجاوب بارابور على شنو هما طالبين. الوغ بالنسبه للسؤال، بالنسبه للجواب ديال السؤال اللي عندنا، Ce passage est extrait donc de la face à face entre Crayon et Antigone. يعني هاد النص هذا هو مقتطف من المواجهة ما بين Crayon et Antigone. Dans lequel Crayon essaye de convaincre Antigone de la sauver. Donc فهاد الفاس ا فاس، فهاد الفاس ا فاس شنو كيدير Crayon؟ كيحاول انه يقنع Antigone باش ينقذها. علاش؟
لانها شدوها لي غارد وهي كتحاول تدفن لو كادافر ديال بولينيس. يعني احنا ذكرنا دونك شنو غادي يجي من بعد اللي هو ان اونتيغون كيحاول يقنعها كريون وبطبيعه الحال هي ما غاديش تقنع. نقدروا نزيدوها ولا نقدروا ما نزيدوهاش ماشي مشكل. ومن بعد هنايا كنقولوا عاوتاني في داكشي اللي قبل كنقولوا بانها تشدات ما وصلنا لهاد لافاسافاس حتى شدوها لي غارد وجابوها عند كريون. علاش السبب؟ لانها اللي تي اون تران دو دونتيغي لو كادافر دو سون فرير بولينيس. كنظن باننا تطرقنا ما في الكفايه لافاسافاس. غندوزو دابا لا ترويزيام كيسيون. السؤال رقم 3 كتقول relevez dans ce passage une phrase qui montre qu'Antigone reconnaît avoir tenté d'enterrer son frère. يعني سخرج من النص واحد الجمله اللي كتعبر ولا اللي كتعني ان انتيغون اعترفت بالمحاوله ديالها للدفن ديال خاها. الوغ الى رجعنا لو تيكست باش نقراوه لا بروميير كيسيون ديال كريون هنايا قال لها اي سيت نوي لا بروميير فوا سيتي توا اوسي. واش في هاد الليله هادي اللي دازت المحاوله الاولى اللي لقاو لي غارد واش انت هي اللي قمتي بهاد المحاوله؟ اونتيغون كيس كيل فا ريبوندغ وي سيتي موا وي سيتي موا. دونك هادي سي اون كونفيرماسيون دو لا بار دونتيغون. يعني هذا تاكيد من طرف اونتيغون وهذا هو الجواب على السؤال اللي مطروح. دونك وي سيتي موا افيك اون بوتيت بيل دو فير انا هي اللي درت داك المحاوله واستعملت واحد الباله دونك الباله صغيره ديال الحديد. لا كيستيون نيميرو 4 relevé dans la première didascalie. Regardez, il y a relevé dans ce passage, يعني سخرج من لو passage, يعني خصني نمشي لو تكست ونجيب جمله. عاوتاني هنايا relevé dans la première didascalie, شنو كنقصدوا بلا didascalie؟ نعاود نشرح لا didascalie هي داكشي اللي كيكون ما بين قوسين واللي ما كيكونش عباره على حوار، بالعكس كيكون كيوضح لنا الحاله النفسيه والجسديه ديال الممثل. داكوغ؟ مثلا فاش كنقولوا وقفت تنظر اليه ضاحكه داكوغ. دونك هذا ماشي جزء من الحوار بيناتهم. ما غاديش تقول الممثله ما غاتقولش هاد الهضره هادي وليني كتوصف لنا الحاله اللي هي وقفات فيها نفسيا وجسديا. دونك هادي كنسميوها اندي داسكالي. خصنا نمشيو لا دي داسكالي في لو تكست خصنا نخرجوا منها ان انديس كي انونس لافرونتمون اونتر لي دو بيرسوناج. يعني واحد المؤشر اللي كيعبر على ولا اللي كيقولنا بان غتوقع مواجهه ما بين لي دو بيرسوناج. دونك غنرجعوا لو تكست ديالنا كما كتشوفوا هادي هي لا بروميير بارتي. اول ديداسكالي عندنا هي هذه اللي هنايا ما بين قوسين. لي غارد سون سورتي بريسيدي بار لو بوتي باج. يعني لي غارد خرجوا بحالهم قدامهم لو باج. كريون اي اونتيغون سون سول لان اون فاس دو لوتر. يعني اونتيغون وكريون وقفوا بوحدهم فاس ا فاس كل واحد كيشوف في الاخر. دونك هذه الجمله هذه كما كتشوفوا هي المؤشر ان غتكون واحد المواجهه ما بيناتهم جوج. يعني شنو غنجاوب؟ كريون اي اونتيغون سون سول لان اون فاس دو لوتر. La question numéro 5, que propose Crayon à Antigone pour mettre fin au problème qui les oppose. Donc, شنو هما الحلول اللي اقترح Crayon على Antigone باش يوضعوا نهايه لهاد المشاكل اللي كتواجههم بجوج. دونك غادي نرجعوا لو تيكست عندنا هنايا غادي نشوفوا هنايا كريون شنو غادي يقول أنتيغون في هاد لابارتي. قال لها ملي تاكد انها هي اللي قامت بالفعله ديالها غيقول لها الوغ ايكوت. دونك سمعيني مزيان. Tu vas rentrer chez toi. غادي تدخلي بحالك لبيتك. Tu coucher. غاتمشي تنعسي. Dire que tu es malade. وغادي تقولي بأنك مريضة. Que tu n'es pas sorti depuis hier. وأنك ما خرجتيش من بيتك من البارح. Ta nourrice dira comme toi. ولا نوريس ديالك غادي دير بحالك. يعني لا نوريس هي غادي تقول نفس الهضره اللي كتقولي انت. جو فيغي ديسباغيتر سي تخوا زوم. دونك غادي غانا غادي هاد ثلاثه ديال لي غارد اللي شدوك غادي نمسحهم من الوجود. داكوغ؟ دونك الاجابه على هاد السؤال الوغ شنو هي؟ دونك قال لها tu vas rentrer chez toi. تقدر تاخذها هكا من لو تكست. دونك كيس كي لا بروبوزي ا اونتيغون قال لها tu vas rentrer chez toi غادخلي بحالك. Tout couché, غادي تنعسي. Et de dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. وتقولي انك مريضة وما خرجتيش من البارح. دونك إلا بغيت ناخذ هذه الجملة من النص غنخرجها بهذه الطريقة هذه كيما مكتوبة في النص. بغيت نخرجها بطريقتي من راسي نقدر نجاوب عليها. غنقولوا rentrer chez elle. هذه أول حاجة قالها لها. الحاجة الثانية sous couché قالها أنها تنعس. الحاجة الثالثة قالها dire qu'elle est malade. Et qu'elle n'est pas sortie depuis hier. Ou tu dis qu'elle est mariée et qu'elle n'est pas sortie depuis hier. يعني الاجابات تقدر تكون على هذا الشكل هذا كجمله من نفس الجمله اللي في النص ولا نقدر انني نكتبها بالطريقه ديالي. La question numéro 6.
Pourquoi Antigone a-t-elle refusé la proposition de crayon? علاش أنتيغون رفضات la proposition de crayon. Donc غادي نرجعوا دائما للنص نقلبوا على الاجابه ديالنا شنو غادي تقول له هنايا فاش قال لها هاد الهضره هادي انني ها شنو خاصك ديري أنتيغون غادي تقول له pourquoi il va lui poser une question غتسولو puisque vous savez bien que je recommencerai الا قتلتي داك لي غارد راني غادي نعاود المحاوله ديالي جو ريكومونسري هنايا جو ريكومونسري راه كاين كلام اللي هو مفهوم من خلال هذه الجمله جو ريكومونسري مون اكت يعني غنحاول غنعاود الفعله ديالي دونك علاش ما بغاتش انها تسمع الكلام ديال كريون car elle est convaincue de recommencer son acte لانها مقتنعه انها غتعاود نفس الفعله ديالها دونك نقدروا كاريمون نكتبوا هذه الجمله من راسنا ولا نقدروا نخرجوا من النص عاوتاني puisque vous savez bien que je recommencerai puisque vous savez bien que je recommencerai ولاني افضل اجابه هي الاجابه الاولى لان هذه فيها الجواب ضمنيا ولاني ما معبرينش عليه بطريقه اللي هي صحيحه لان جمله من نص حنا خصنا نفهموا هذه الجمله ونعبروا عليها نقولوا بانها مقتنعه انها غتعاود لاكت ديالها لا كيسيون نيميرو 7 Relevez dans le texte le nom de quatre personnages morts. Istakhrij min an-nass 4 ديال الشخصيات ميتة. غنرجعوا للنص بيان سور. غادي نشوفوا في النص ديالنا كما كتلاحظوا. دونك اول جملة نقدروا اول اسم نقدروا نخرجوه من النص بيان سور اللي باين هو الاسم ديال بولينيس. ريغاردي دونك عندي هنايا أنتيغون دوسمون و il va parler. Donc lorsqu'il va parler, عندي هنايا بولينيس. D'accord? Donc بولينيس عارفينو بانه سي ان بيرسوناج مور ها واحد parmi هاد لي كات. نقدروا اننا نخرجوه. اسم الثاني عندنا مون بير ou mon père. Donc هنايا أنتيغون il est en train de parler, d'accord? على راسها و كتقول مون بير. شكون هو سون بير؟ سون بير هو اوديب. يعني الشخصيه الثانيه هي مون بير او اوديب. عندي ما مير. ما مير هي الام ديالي والام ديالها شكون هي؟ هي جوكاست حتى هي شخصيه ميته. وعندنا ايتيوكل ايتيوكل اوسي دونك ايتيوكل حتى هو شخصيه ميته وبالتالي الاجابه على هذا السؤال هذا باردون الاجابه على هذا السؤال هذا عندي مون بير اللي هو اوديب بين قوسين ما مير اللي هو اللي هي جوكاست لانهم هنا قالوا لنا غولوفي دون لو تيكست لو نون دو كاتر بيرسوناج تخرج من النص اربعه ديال الاسماء فاش تقول مون بير خصك تقول الاسم ديال شكون هو لو بير ما مير جوكاست عندي بولينيس وعندي ايتيوكل هكا غنكون جاوبت على لا كيسيون نيميرو 7 bien sûr. La question numéro 8. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Hadi jumla li qaltaha Antigone. Donc à quel niveau de langue appartient cette phrase? Donc hadi la question dial la langue li fiha li niveau de langue. Wesh A, c'est un langage li huwa familier, d'accord? Ou là c'est un niveau de langue li huwa familier. B ouais c'est un niveau de langue li huwa courant familier كنقصدو به عائلي اللي كنهضروا به بيناتنا بحال الدارجه courant donc هو الكلام اللي كنكتبوه وليني ما كيكونش داك الفصحى اللي واصل للدرجه ديال الادبيه و soutenu هو داك الكلام ديال اللغه ديال الفصحى الادبيه داكور دونك هاد لا فراز اللي عندي هنايا دونك il fait partie من لو لانجاج ولا son niveau de langue c'est un niveau courant يعني هو متداول كنقدروا اننا نكتبوه في الكتابات ديالنا وليني ماشي فصحى ادبيه Donc, regardez, nous allons d'abord la réaction personnelle face au texte. Il y a la question numéro 9. Donc, Antigone a-t-elle raison de s'opposer à Crayon? Wesh, Antigone a le droit de s'opposer à Crayon. Justifiez votre réponse. Regardez. Quand je vous dis que dans la réaction personnelle face au texte, je vais vous dire que c'est un peu plus tard. Parce que je vais vous dire que c'est un ساهلة ما غنضرب فيها لا تمارة لا والو كنقولها ونعاودها دونك لا كيسيون كتشوفوها كيقسموها لكم على جوج عندكم هنا اون كيسيون الاولى اللي كتكون اون كيسيون ديريكت اللي نقدر نجاوب عليها بوي او نو وعاد لا جوستيفيكاسيون وي او نو الاولى عليها 0.5 ولا جوستيفيكاسيون عليها 0.5 وليني ما غنجيش ونقول بطريقه اللي هي زعما هكا وي ولا نو بواحد الطريقه اللي هي كنبحال نقولوا بالدارجه حرفيه داكوغ خصني نزين واحد شويه اللغه ديالي دونك شنو كنقول Personnellement, يعني من وجهة نظري, je pense que Antigone n'a pas raison de s'opposer à Crayon. Donc, كنعتقد بأن Antigone ما عندهاش الحق أنها تواجه Crayon. D'accord? ولا تعارض Crayon. أنا ربح 0.5. علاش دابا la justification? Car son oncle essaie la sauver de la mort. لأن خالها كيحاول غير باش ينقذها من الموت.
malgré son geste qui brave la loi royale. Waqa hiya irtakbat khata li bi kharqat al-qanun al-malaki wal-qanun al-malaki wal-qanun dial Crayon. Yani kharqat al-qanun dialo w bihukm annaha fard min al-a'ila dialo kiyhawl annahu yinqadha. Yani huwa ma baghi yidir fiha ghir al-khair. Donc ma kanch 'aliha twajhu bdak at-tariqa hadik. La question numéro 10, nafs al-shay. Pensez-vous que Polynice mérite ce que fait Antigone pour lui? Waj katatakdo bi anna Polynice ki sahel hat tadhiya li kadir min ajlo Antigone. Donc ta huwa ghanjawb al-jawab al-awwal diali li bwi ou non. Donc à mon avis, Polynice ne mérite point, yani بالنسبه ليا Polynice ma kisahel wala w chwiya, donc ne mérite point, yani ma kisahel wala w chwiya ce que Antigone fait pour lui. Ha ça fait la facile à 5, yani ma kisahelch, jawbt bnon. Alash? Car il a trahi sa patrie لانه خان الوطن ديالو فاش مشى وتحالف مع الاعداء رغم المشكل ديالو مع خاه دونك هذاك الوطن ديالك فيه العائله ديالك فيه المواطنين ديالك باش تمشي انت وتجيب الاعداء وتهجمو ودير حرب وتقتل فيها عائلات وابرياء مع الاعداء ديال الوطن ديالك يعني خنتي الوطن ديالك وبالتالي انت كتحمل مسؤوليه كبار من المسؤوليه اللي كيتحملها ايتيوكل واخا ايتيوكل على خطا ولكن انت الخطا ديالك كبر من الخطا ديال ايتيوكل بيان سور داكوغ دونك الى تخايي سا باتري خان البلد ديالو اون لاتاكون افيك ليد دي زينمي خصوصا انه دونك تحالف مع الاعداء باش يهجموا على مدينه تاب هادشي علاش انا قلت بان بولينيس ما كيستاهلش سو كو اونتيغون اي اون تران دو فير بور لوي هكا غادي نكونوا سالينا كما كتشوفوا بسهوله الاسئله بعشره بهم يسوفي انني نقرا التكست انني نفهمه وانني نجاوب على السؤال نحاول نفهم السؤال والصياغه ديال السؤال ونجاوب عليه بطريقه سهله وسلسه دونك غندوزو دابا لا برودكسيون ايكريت عندي في لو سوجي vous avez certainement vu dans votre entourage يعني بدون شك مما لا شك فيه شفتي في المحيط ديالك des enfants trembler de peur devant leurs parents اطفال اللي كي ترعدوا بالخلعه قدام والديهم كاينين واحد النوع ديال الاطفال اللي والديهم سمحهم الله في التربيه ديالهم خالقين فيهم الرعب بحيث ان الولد ما كيقدرش يتحرك قدام والديه بالعكس كيبدا يترعد بقوه الخوف بالنسبه ليك اتون فريمون بوزوان دو فير بور او زونفون بور لي زيدوكي واش حنا محتاجين نركبوا الخلعه في الدراري باش نربيهم واش خصهم يكونوا كيخافوا مننا باش نربيهم تربيه حسنه دونك هذه هي لا بروبليماتيك دونك شنو هي لا بروبليماتيك الا جيت نشرحها هي واش الفو ايتوليزي لا فيولونس اي فير بور او زونفون بور لي زيدوكي واش خصنا نستعملوا العنف والطرق التقليديه اللي كتؤدي الى الخوف عند الدراري باش اننا نربيهم دونك دون ان تيكست بيان كونستروي يعني فواحد النص اللي هو يكون مقاد مزيان هنا كيهضروا لنا على لا كونستركسيون ديال لو تيكست يعني في مقدمه عرض وخاتمه وداك الشيء متيول وكما شفنا في الدرس ديال لو بلون ديال المنهجيه ديال الكتابه ها هو غادي يطلع عندكم الفوق اللي باقي ما قراش وبغى يقراه يبرك عليه باش يفهم المنهجيه ديال الكتابه كيفاش كنكتب يعني خصك تحترم المنهجيه بيان سور خصك تعبر على الافكار ديالك ولا على الراي ديالك باستعمال des arguments précis bien sûr ou chaque argument خصو يكون مصاحب بواحد بيان سور بواحد ليكزامبل اللي كنشرح فيه هاد لارغومون هذا اعزائي التلاميذ كنتمنى الشرح ديال الجهوي ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه دونك ما تنساوش تخليو لايك لا فيديو وتخليو ان كومونتير باش تزيدوا تشجعوا القناه ديالكم حاجه واحده اخرى اللي نبغي نشير ليها الا كنتو كتبغيو تخدموا الجهويات قبل ما نصحها ما تنساوش تاخذوا لو نيميرو دو تيليفون ديالي من الفيديو السابق ديال من هاد لا فيديو هذا انا نوريه لكم صحيح من هاد لا فيديو هذا اللي غتلقاوه في القناه صحيح ديال جهوي مدينه الداخله 2016 في الاخر ديال لا فيديو كاين الرقم ديال الهاتف ديالي نزيدكم في واحد لو جروب واتساب اللي فيه كنحط اي امتحان جهوي غادي نقوم بالتصحيح ديالو كتخدموه بواحد 48 ساعه وكنزل التصحيح في القناه هكا تقدر تقول الاستفاده ديالكم اكبر بور ما بار جو فو رميرسي دافوار سويفي سيت فيديو جو فو دي ا لا بروشين السلام عليكم